المرجعية الدينية في القدس تقرر أداء صلاة العصر في المسجد الأقصى بعد رفع الاحتلال البوابات الإلكترونية من مداخل المسجد. حزب الله يعلن وقف لإطلاق النار على جميع جبهات عرسال اللبنانية. المعارضة الموريتانية تعلن سقوط عدد من الجرحى في صفوفها خلال قمع الشرطة مسيرات ضد الاستفتاء. أهلا بكم. قال مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن توترا حدث ظهر اليوم عند إحدى بوابات المسجد الأقصى بعد منع الشرطة حراسا في المسجد الأقصى من دخوله. يأتي ذلك في عقاب إعلان المرجعيات الدينية في مدينة القدس موافقتها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن الصلاة الأولى ستكون صلاة العصر، وذلك بعدما بدأ الاحتلال بإزالة كل أجهزة الفحص الأمني التي كانت وضعتها هذا الشهر عند مداخل الحرم القدسي لتخفيف حدة التوترات السياسية والدينية التي أثارتها بهذه الخطوة. حصحص الحق وزهق الباطل فرفعت بوابات الاحتلال من مداخل المسجد الأقصى المبارك. أدوا الصلاة فاستجيب الدعاء فحان موعد الاحتفالات. في الصباح أشرقت شمس لم تعهدها زهرة المدائن منذ إغلاق الاحتلال للمسجد لتعلن عودة المسجد إلى أصحابه ليدخلوه كما دخلوه أول مرة. هذا توفيق من الله قبل كل شيء، لأنه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. المرجعيات الدينية الفلسطينية قالت إن الاحتلال قام بإزالة كافة الإجراءات التي اتخذها على أبواب المسجد الأقصى المبارك، ودعت إلى إغلاق مساجد القدس يوم غد ليتم أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى. نحن اطلعنا على تقرير اللجنة الفنية وأكدت بأن ما وضعه الاحتلال من معيقات خارج بوابات المسجد الأقصى المبارك والطرق المؤدية إليه قد أزيلت، وهذا نصر لأبناء شعبنا. في شمال فلسطين وبالتحديد في مدينة أم الفحم كان هناك احتفال آخر. الأهالي يشيعون جثامين الشهداء الثلاثة الذين استشهدوا في المسجد الأقصى يوم 14 من الشهر الجاري. الشهداء الثلاثة يشاء الله أن يحملوا نفس الاسم محمد، قرروا وخططوا ونفذوا واستشهدوا من أجل الأقصى، وصادف دفنهم مع احتفالات فتح المسجد. فتح المسجد من جديد لم يكن ليتحقق لولا صمود المقدسيين مسلمين ومسيحيين في وجه إجراءات الاحتلال، إلا أن هذا لا يعني أن كل شيء قد انتهى. فانتهاكات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد ستستمر كما كانت عليه من قبل، وهو تحد آخر سيواصل الفلسطينيون نضالهم من أجل التغلب عليه. فطريق تحرير المقدسات وفلسطين ما زالت طويلة وتحفها المكاره والأشواك. من القدس ينضم إلينا مراسلنا بشار صغير. بشار، ماذا لديك وكيف هو حجم التوافد إلى المسجد الأقصى بعد الدعوات للدخول إليه لأول مرة؟ سرمد أعداد كبيرة تتوافد في هذه الأثناء إلى محيط باب الأصباط، حيث من المفترض أن يتوجه الفلسطينيون لأداء الصلاة للتجمع ومن ثم الدخول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة العصر تنفيذا لقرارات المرجعيات الإسلامية المتمثلة بدائرة الأوقاف الإسلامية ومفتي القدس والديار الفلسطينية والمجلس الإسلامي الأعلى. الصورة والصوت والأجواء التي نرى في هذا المشهد الذي نراه الآن في الشاشة له خير دليل على أجواء الاحتفالات الكبيرة التي يحتفل بها الفلسطينيون في هذه الأثناء، والذين كما نسمعهم يكبرون ويرددون الهتافات والعبارات الدينية والوطنية المختلفة. من المفترض أن يدخلوا كما اعتزمت المرجعيات الإسلامية، والفلسطينيون سوف يدخلوا المسجد الأقصى للمرة الأولى منذ
أسبوعين دون الحاجة للخضوع لأي من إجراءات الاحتلال، دون المرور من أي من الممرات والجسور المعدنية. سوف يدخلون وهم سوف يدخلون الأقصى مكبرين، مهللين، معلنين انتصارهم على سلطات الاحتلال التي في نهاية المطاف اضطرت للرضوخ للمطلب الشعبي الفلسطيني وللالتفاف الشعبي الفلسطيني على حول المسجد الأقصى المبارك. طيب بشار، يعني فقط يعني أسألك أن حبذا لو تلتقي بأحد الموجودين هنا في القدس الذين من الذين توافدوا إلى المسجد الأقصى، حبذا لو نسمع منهم أي كلمة بمناسبة ما اعتبروه هذا الانتصار، فإن كان متوفرا لديك فنحن مستعدين لسماع أي شيء، أو المصور فليرينا المشهد لو سمحت، مشهد المتوافدين إلى المسجد الأقصى. بالضبط، صحيح في هذه الأثناء قد يكون صعب الموضوع، فنحن متواجدون في موقع مرتفع، من الصعب أن نجلب أحد إلى هنا، لكن لربما يستطيع المصور أن يحرك الكاميرا ويوثق ويصور لنا. نرى الآن مثلا على سبيل المثال مجموعات من النسوة هم يتجمعون فرحين، منتصرين، مرددين الهتافات والعبارات المختلفة، وأيضا نرى خلفي أو نسمع المواطنين وهم يرددون العبارات والأناشيد عبر مكبرات الصوت. يعني هي حالة من الفرح العارم الذي لم تعهد القدس مثله على الأقل في العقود الأخيرة. ما يحدث هنا هو أشبه بتحرير المسجد الأقصى من الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. طبعا هو ليس تحرير كامل، طالما المسجد الأقصى والقدس الشرقية بشكل عام وجميع الأراضي المحتلة ما زاد بيد الإسرائيليين، فهذا يعني بأن التحرير هذا منقوص. حسب ما أكدت أوضحت المرجعيات الإسلامية اليوم فإن المعركة لم تنتهي، هم ما زالوا يطالبون على سبيل المثال بمفاتيح بوابة باب المغاربة الذي ما زال بيد الاحتلال منذ عام 67، وأيضا كما ذكرنا في وقت سابق فاللجنة الفنية التي شكلتها المرجعيات الإسلامية سوف تدرس وتقيم الأوضاع والأضرار التي خلفتها قوات تركيا. إذن وصلت الصورة ونحن نشاهد معك بشار ومستمرون معك في حال أي جديد. شكرا جزيلا لانضمامك معنا بشار صغير مراسلنا من القدس. إذن ما زلتم نشرة الأخبار مشاهدينا، إذ صوت الكنيسة الإسرائيلي بالموافقة في جلسة تصويت أولى من بين ثلاث جلسات لازمة على تفعيل قانون يضع شرطا قاسيا أمام أي تصويت في المستقبل بشأن التنازل عن أجزاء من القدس للفلسطينيين. وقد يتحول التعديل المقترح لقانون القدس الأساسي الذي يحدد الوضع القانوني للمدينة إلى قانون هذا العام، وينص التعديل على ضرورة تصويت 80 على الأقل من بين نواب الكنيسة البالغ عددهم 120 نائبا لصالح أي اقتراح بتسليم أجزاء من المدينة إلى طرف آخر. وصوت 51 من الائتلاف اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ويشغل 67 مقعدا بالكنيسة لصالح التعديل، ورفضه 41 نائبا في المجمل. يعقد القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان مؤتمرا عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني الموجودين في غزة. وأعلن دحلان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيشارك بكلمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في جلسة المجلس الطارئة التي تعقد في مدينة غزة اليوم. ونقلت مصادر إخبارية عن مصدر فلسطيني أن مشاركة دحلان في الجلسة تأتي في إطار التفاهمات التي جرت بين التيار الإصلاحي وحركة حماس. من غزة ينضم إلينا مراسلنا باسل خلف. أهلا بك باسل، في أي إطار تأتي هذه الجلسة وماذا يمكن أن يصدر عبر هذا المؤتمر؟ انتهت الجلسة التي أعلن عنها مساء أمس، جلسة للمجلس التشريعي الفلسطيني دعت إليها
كتلة حماس البرلمانية، وشارك فيها أعضاء من كتلة حركة فتح المحسوبين على القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، بالإضافة إلى كلمة رئيسة لمحمد دحلان نفسه في هذه الجلسة التي حظيت بمتابعة من قبل الجمهور هنا في غزة، على اعتبار أن هذه الجلسة هي المرة الأولى التي يتحدث فيها القيادي المفصول في حركة فتح محمد دحلان، وأكد خلال كلمته على أن هناك دعوة منه للفصائل الفلسطينية للاجتماع في القاهرة لعقد إطار القيادي الفلسطيني والفصائل وقادة الفصائل الفلسطينية العمل الوطني والإسلامي لبحث ما يدور في القدس وتحشيد على حد وصفه الأصدقاء والقوى الدولية من أجل التحرك وبلورة موقف بشأن ما يحدث في القدس المحتلة. الجلسة حضرها أيضا نواب عن حركة حماس، قابلنا بعضهم وحديثهم مجتمعين يدور حول أن محمد دحلان اليوم هو يمثل بالنسبة لحماس نائب في المجلس التشريعي، من حقه أن يشارك في المجلس التشريعي كأي من النواب، بالإضافة إلى تصريحات حصلنا عليها بأنه الدعوة وجهت لمعظم الكتل أو كل الكتل البرلمانية، لكن بحسب الملاحظات التي سجلناها لم يحضر سوى قيادة نواب من حماس ونواب من كتلة فتح البرلمانية المحسوبين على محمد دحلان، بالإضافة إلى بعض الشخصيات أو النواب المستقلين الذين حضروا هذه الجلسة. المهم من حيث التوقيت هو أن هذه الجلسة تأتي في إطار مجموعة من الخطوات التي أعلن عنها وتحدث عنها صراحة الرجل بأنها تأتي في سياق مباحثات أجريت مع حماس في القاهرة خلال الأسابيع الماضية، تتضمن السير في المصالحة المجتمعية وآثار حالة الانقسام التي وقعت خاصة في أحداث عام 2007 أحداث الانقسام، ثم فيما يتعلق بجلسات المجلس التشريعي وتفعيل دوره على اعتبار النأي جانبا بما يعني كان به المجلس أو وضع المجلس التشريعي خلال السنوات الماضية، خاصة مع اتهامات لرئيس السلطة الفلسطينية بتعطيل دور المجلس التشريعي والتفرد بالقرار، إضافة إلى بعض الأمور الميدانية أو العملياتية المتعلقة إما بفتح معبر رفح خلال نهاية هذا الشهر حسب تصريحات قيادات مقربة من دحلان أو حماس، أو بالإضافة إلى ما يتعلق بحل حالة الأوضاع هنا في قطاع غزة وأبرزها أزمة الكهرباء. هذا ما ربما تسفر عنه خلال الأيام القادمة، بالإضافة أخيرا إلى أنه هناك وفد متوقع أن يحضر إلى قطاع غزة مقرب من القيادي محمد دحلان، قيادات محسوبة عليه خلال الأيام القادمة. شكرا جزيلا لك باسل خلف مراسلنا من غزة. بدأ اليوم سريان وقف إطلاق النار في منطقة عرسال عند الحدود اللبنانية السورية، وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله إن وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي لتتوقف الاشتباكات على جميع الجبهات في المناطق القريبة من بلدة عرسال الحدودية اللبنانية، حيث شن حزب الله هجوما على مسلحي جبهة فتح الشام يوم الجمعة الماضي. من بيروت ينضم إلينا مراسلنا ميثم قصير. ميثم، هل توقفت معارك عرسال من جانب حزب الله نتيجة تحقيق الأهداف أم نتيجة خسارته البشرية الكبيرة؟ يعني سرمد، بالأمس أمين عام حزب الله حسن نصر الله قال بأن الأهداف التي كان يريدها حزب الله من هذه المعركة تحققت، وهي إبعاد المسلحين عن المناطق الجردية التي كانت يسيطرون عليها في معركة عرسال، إضافة إلى أن هناك مكسب حققه حزب الله من هذه المفاوضات التي كانت تجرى منذ بداية المعركة مع مسلحي هيئة تحرير الشام، وهي أنه مع خروج المسلحين من هذه المناطق سيتم تسليم 3 أسرى لحزب الله كانوا قد أسروا في حلب من هيئة تحرير الشام منذ عام 2015. هذه المفاوضات التي كانت تجرى عبر وسيط رسمي وهو المدير العام للأمن العام في لبنان عباس إبراهيم، والذي كان قد أعلن قبل قليل بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن هذه المفاوضات أثمرت إلى هذا النتيجة، بغض النظر عن من يستفيد من هذه النتيجة، لكن المهم أن لبنان سيرتاح من المسلحين الذين كانوا موجودين على هذه الحدود. حزب الله اليوم لم يقم بأي عمليات عسكرية، وهو أعلن سريان هذه الهدنة منذ ساعات الصباح الأولى، ومن المفترض أن خلال هذه 3 أيام المقبلة سينسحب جميع المسلحين من هيئة تحرير الشام إلى
منطقة إدلب مع أسلحتهم الخفيفة وعائلاتهم ومن يريد من المدنيين اللاجئين السوريين إلى داخل السوري. طيب، هناك تخوفات داخل الأوساط السياسية من أن يستثمر حزب الله ما حققه من أهداف على الحدود اللبنانية ربما في الداخل، هل هذه التخوفات موجودة فعلا؟ بالفعل سرمد، يعني وأبرز ما يترجم هذه المخاوف هو حديث وزير الداخلية نهاد المشنوق اليوم بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون للحديث عن ما جرى في جرود عرسال. وزير الداخلية قال بأن هذه المعارك التي قام بها حزب الله هي في منطقة متنازع عليها بين سوريا ولبنان بسبب عدم ترسيم الحدود أولا، وثانيا بأن موضوع مشاركة حزب الله في المعركة السورية وفي هذه المعركة هي موضوع خلافي يجب أن يبحث في طاولات الحوار، ولا يعني ذلك أنهم يقبلون بسلاح حزب الله كقوة شرعية موجودة في الداخل اللبناني. شكرا ميثم قصير مراسلنا من بيروت على انضمامك معنا. فرق الأمن الموريتاني أو فرق الأمن الموريتاني بالقوة مسيرات احتجاجية دعت لها قوى المعارضة تعبيرا عن رفض التعديلات الدستورية، وأسفر القمع الذي طال بعض قادة الأحزاب عن دخول البعض منهم المستشفى لتلقي العلاج. رد الأمن الموريتاني على التحركات الاحتجاجية المناوئة للتعديلات الدستورية التي قررت الأغلبية الحاكمة عرضها على استفتاء شعبي عام، وصفته المعارضة بأنه كان قمعياً وعنيفاً. المسيرات التي انطلقت بالتزامن من نواحي مختلفة من العاصمة نواكشوط والتي رفضت السلطات الترخيص لها أسفرت عن إصابة بعض المشاركين ومن بينهم قادة سياسيون. نحن اليوم في المعارضة الديمقراطية فخورون بأننا كنا ضحية قمع وحشي من قبل النظام في غياب الصحافة بعد مصادرة وسائل الصحافة وآلياتها ومصوراتها وكاميراتها. نحن فخورون بهذا القمع، فخورون بأننا نمثل الشعب الموريتاني في وقت يصر هذا النظام على إفساد موريتانيا كلها. تحرك المعارضة التي أعلنت عن مقاطعة التعديلات الدستورية بذريعة عدم شرعيتها يأتي في وقت يجوب فيه الرئيس الموريتاني مختلف مدن البلاد لحشد الدعم لصالح التصويت لهذه التعديلات المثيرة للجدل. جاي الصوت بنعم لصالح الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مزدهرة، متقدمة، متصالحة، آمنة، موحدة، ناس اللي قائمين علينا ولا يمثلوا موروثهم. السلطات والأحزاب الداعمة لها تكثف أنشطتها الدعائية في سباق محموم مع موعد الاقتراع في الخامس من الشهر المقبل. التعديلات الدستورية التي تعتبرها المعارضة بمثابة تمهيد لولاية رئاسية ثالثة يمنعها الدستور على الرئيس الحالي محمد عبد العزيز تستهدف من بين أمور أخرى حل مجلس الشيوخ وإلغاء المحكمة السامية واستحداث تغييرات على العلم والنشيد. محمد عبد الله ممين، التلفزيون العربي، نواكشوط. أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن دول الحصار الأربع لن تتراجع عن شروطها المقدمة للدوحة من أجل رفع الحصار. جاء ذلك خلال جلسة محادثات موسعة بين شكري ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان في ختام زيارته التي بدأ الثلاثاء للعاصمة باريس بحسب بيان للخارجية المصرية. قال وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني إن واشنطن ترغب بإنهاء الأزمة الخليجية وإن دول الحصار لم تتفاعل مع المقترحات الأمريكية بشأن الأزمة. وجاءت تصريحات وزير الخارجية القطري إثر لقاء جمعه بواشنطن مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، حيث قال إنه بحث المقترحات الأمريكية بشأن الأزمة الخليجية وإن الدوحة تتعامل معها بإيجابية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت في وقت سابق إن واشنطن تنتظر جلوس أطراف الأزمة الخليجية على طاولة الحوار، مضيفة أن الحوار المباشر بين أطراف الأزمة سيؤدي إلى دفع فرص الحل قدما. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. البرلمان التونسي يقر بالإجماع مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة. أهلا بكم من جديد. أقر البرلمان التونسي بالإجماع مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، ويهدف القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى القضاء
على كل إشكال العنف ضد النساء. وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية، ويفرض برامج محددة من أجل زرع مبادئ القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين في المناهج التعليمية. تعد تونس رائدة بين الدول العربية في مجال حقوق المرأة، وقد نص الدستور الجديد الذي أقر في عام 2014 على أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات. ومنذ 1956 يمنع القانون التونسي تعدد الزوجات، ويمنح المرأة حق تطليق زوجها والمساواة في العمل وفي المجال السياسي، لكن لا تزال هناك بعض الثغرات التمييزية. أما الآن فنتوقف مع مجموعة من الأخبار الاقتصادية. على وقع تداعيات الأزمة الخليجية، أقدمت شركة أدنوك الوطنية الإماراتية للطاقة على شراء أول شحنة مكثفات نفطية من الولايات المتحدة الأمريكية، متخلية لأول مرة في تاريخها عن الإمدادات القطرية. يذكر أن شركة أدنوك كانت تستورد شحنة شهرية منتظمة تتراوح بين 1.5 مليون برميل من المكثفات النفطية القطرية ضمن اتفاقية مشتركة مع قطر بتروليوم. رفعت بريطانيا تحذيرها لمواطنيها بعدم السفر إلى تونس الذي فرضته بعد الأحداث الإرهابية في عام 2015 التي أودت بحياة 38 شخصا، 30 منهم من السياح البريطانيين. يذكر أن عدد السياح البريطانيين إلى تونس وصل إلى 400,000 سائح سنويا قبل عام 2015، وقد تدنى العدد إلى ما يقارب 20,000 سائح فقط العام الماضي. حقق فيسبوك مستوى الأرباح الأعلى له تاريخيا في الربع الثاني من العام الجاري بسبب النشاط القياسي الذي حققه قطاع إعلانات الفيديو، ووصلت أرباح فيسبوك خلال 3 شهور الماضية إلى 3.89 مليار دولار بنسبة ارتفاع قدرها 71% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ووصل العدد الإجمالي لمستخدمي فيسبوك إلى 2 ملياري مستخدم. في خطوة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخارجي، قررت الحكومة البرازيلية تقليص الخطوط الحمر وفرض ضرائب جديدة بقيمة 80% على نشاط شركات التعدين. ويمثل التوجه الحكومي الجديد الذي ما زال ينتظر الموافقة البرلمانية التعديلات الأكبر في النظام الضريبي البرازيلي لما يزيد عن 25 عاما. تشير آخر البيانات الصينية إلى أن القطاع الصناعي الذي يمثل الثلث من الناتج الإجمالي المحلي الصيني قد بدأ واقعيا باستعادة عافيته بعد حال التراجع التي شهدها في عام 2015، وجاءت الإجراءات الحكومية الإصلاحية الأخيرة لتضفي واقعا مشجعا انعكس بالنشاط الإيجابي لكبرى الشركات الصينية التي نمت في مستوى أرباحها بنسبة 19.1% الشهر الماضي. أعلنت الخارجية التشيكية وفاة سائحة تشيكية متأثرة بإصابتها في حادث طعن بسكين في مدينة الغردقة المصرية الشهر الحالي. وكان شاب مصري قد قتل سائحتين ألمانيتين طعنا وأصاب 4 سائحات أخريات، من بينهن السائحة المتوفاة على شاطئين في الغردقة المطلة على البحر الأحمر يوم 14 من الشهر الحالي. أما الآن فمع جولة في أهم أخبار الرياضة. الأمريكي مستضيف البطولة جاء بإقدام جوزيه ألتيدور في الوقت بدل الضاع من الشوط الأول، وجوردان موريس في الدقيقة 88، فيما أحرز جاي قاد كيفين دي بروين فريق مانشستر سيتي للفوز على ريال مدريد 4 أهداف لهدف خلال المباراة التي جمعتهما في بطولة الكأس الدولية الودية للأبطال.
وكان لدي بروين يد في إحراز فريقه للأهداف الثلاثة الأولى التي جاءت عن طريق نيكولاس أوتامندي في الدقيقة 52 قبل أن يصنع الهدفين الثاني والثالث لرحيم ستيرلينغ وجون ستونز في الدقيقتين 59 و67، فيما حسم سيتيزن الانتصار بالمباراة في الدقيقة 82 عندما سجل البديل إبراهيم دياز الهدف الرابع، فيما أحرز أوسكار رودريغيز هدف حفظ ماء الوجه لريال مدريد في الدقيقة الأخيرة. انتصر المصنف السادس الأرجنتيني دييغو شفارتزمانز على الألماني سيدريك شتيب بمجموعتين مقابل مجموعة، وذلك خلال لقائهما في الدور الثاني ضمن بطولة ألمانيا المفتوحة للتنس. الأرجنتيني الذي يحتل المركز 38 في التصنيف العالمي بوغت بأداء قوي في المجموعة الأولى من الألماني، لكنه امتص الضغوط بعد ذلك وفاز بالمباراة بنتيجة 1-6 و6-4 و6-2 ليتأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، حيث سيلتقي بالألماني فلوريان مايا. أعلن نوفاك جوكوفيتش في بلغراد بأنه لن يشارك في أي بطولة فيما تبقى من السنة الحالية ليركز على التعافي من الإصابة. يذكر أن جوكوفيتش يعاني من إصابة في المرفق أثرت عليه خلال مشاركته في بطولة ويمبلدون التي خرج منها مبكرا. النجم الصربي قال بأن مدربه الأمريكي أندري أغاسي وافق على مواصلة المشوار معه السنة المقبلة وسيرافقه في مختلف البطولات. المصنف الأول عالميا سابقا سيعود إلى الملاعب بداية عام 2018 ليشارك في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. اندلع حريق جديد أدى إلى إجلاء أكثر من 10,000 شخص في مقاطعة فار السياحية التي سبق وتضررت من الحرائق التي دمرت أكثر من 7,000 هكتار في جنوب شرق فرنسا وجزيرة كورسيكا. ويكافح رجال الإنقاذ لليوم الثالث على التوالي ألسنة اللهب، وتم نشر 4,000 رجل مدعومين ب19 طائرة لإطفاء الحرائق. وفي منطقة بورملو ميموزا السياحية تم إجلاء 12,000 شخص الليلة الماضية بحسب رئيس البلدية فانسوا ريتزي. بهذا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، زوروا موقعنا على الإنترنت العربي .tv، كما بإمكانكم إبداء آرائكم ومقترحاتكم على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. للقاء.